ناخذ محمد من الخرج. ابو محمد. ابو محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول عن التوبة، هل اذا انسان مؤمن اذا كان من مثلا من ذنب مثل ترك الصلاة او الصوم او الذنوب الاخرى، هل يتلفظ يتلفظ بالكلام ولا بالنية بس ويتوب؟ طيب يجاوب الشيخ. نعم. الأصل أن التوبة بالقلب، وإذا تلفظ بها فلا بأس بذلك، بل هو أحسن. إذا جمع بين التلفظ بالتوبة والعزيمة في القلب فهذا أحسن. نعم.